طائر البومة، هذا الطائر المظلوم الذي يعتبره البعض مصدراً للتشاؤم والخراب والدمار. يتشاءم الناس من وجود البومة في الشوارع أو على أعمدة الكهرباء، ومما يشاع في الخرافات والأساطير أنها علامة على الموت لمن رآها في المنام. كل هذه الخرافات وكل هذه الأساطير لا صحة لها مطلقاً. البومة، هذا الطائر المظلوم، دائماً ما يرمز للغباء والرعب والتشاؤم بطائر البومة. وعليك أن تعرف أن البومة كانت رمزاً للحكمة في الحضارة المصرية. حقائق ومعلومات مثيرة للغاية ستسمعها لأول مرة في حياتك عن قدرات هذا الطائر العجيبة. حاول معي أخي الكريم أن تكمل هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على هذه الصفات، وقل سبحان الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى. انظر جيدا إلى عين البومة، فهي تمتلك العيون المتسعة التي تحسن من كفاءتها بشكل كبير. عيون البومة تحسن من الرؤية الليلية، وهي عيون ثابتة لا تتحرك يمينا ولا يسارا، وتظل هكذا موجهة إلى الأمام فحسب. لو انتبهت جيدا ستجد أن البومة تستطيع أن ترى الأشياء البعيدة بشكل واضح جدا، وتنقض على الفريسة بحيث لا تستطيع الفريسة أن تشعر بها. إن طائر البومة يستطيع أن يرى الأشياء البعيدة بشكل واضح جدا، ولكن عند الاقتراب منه بشكل كبير فإن الصورة لا تكون واضحة بالنسبة للبوم. البومة ودوران الرأس. إننا قلنا أن البومة تمتلك أعين ثابتة لا تستطيع أن تتحرك يمينا ولا يسارا، وتظل هكذا موجهة إلى الأمام. والبومة تعوض عن عيونها الثابتة بدوران الرأس، تستطيع أن تحرك رأسها بدرجة تصل إلى أكثر من 270 درجة تقريبا، 3/4 دائرة كاملة، مقارنة بالإنسان الذي يستطيع أن يحرك رأسه من 80-90 درجة تقريبا من غير أن يتأذى أو يتألم. يمتلك طائر البوم 14 فقرة في العنق، ضعف عدد فقرات الإنسان. يكون عندها مرونة أكثر في حركة الرقبة، وهذا ما يساعد البوم على دوران رأسه إلى أكثر من 270 درجة. طائر البوم، الطائر الصامت. إن من ما يميز طائر البوم عن غيره من الطيور أنه ينقض على الفريسة بشكل مفاجئ، بحيث أنه يفاجئها بما يتميز به من الرؤية الليلية الثاقبة، وبما يتميز به من الطيران الصامت، بحيث أنه وهو يطير لا يصدر أي صوت بأجنحته بخلاف غيره من الطيور. وهذا بسبب خفة وزنه، وبسبب جناحه الكبير العملاق، وبسبب ما تميز به من ريش فريد بخصائصه المميزة. وبالرغم أن الصقر يحدث ضجة كبيرة بأجنحته، إلا أن سرعته القوية تجعل الفريسة لا تستطيع أن تقاوم السرعة. وبالرغم أن البومة بطيئة في طيرانها، إلا أنها تتميز بعدم إصدار أي صوت، فلا تصدر أي صوت برفرفة أجنحتها، فتنزل وتنقض على الفريسة بحيث لا تستطيع الفريسة أن تشعر بقدومها. أما عن حاسة السمع بالنسبة لطائر البوم، فتتميز بوجود أذن أكبر من الأذن الأخرى، ويغطيها الريش الكثيف، وبالتالي
فهي تسمع بصوت محيطي ثلاثي الأبعاد. إن حاسة السمع عند البومة قوية لدرجة كبيرة جدا، فهي تمتلك أذن عملاقة تستطيع أن تحدد جهة الصوت مهما كان ضعيفا. وجه البومة العريض. مما تتميز به البومة وجهها العريض يجعلها ترى الرؤية ثنائية. الرؤية الثنائية يعني رؤية العينين لنفس الشيء في نفس الوقت. الرؤية ثلاثية الأبعاد هذا معناه أن طائر البوم يستطيع أن يرى الصورة ثلاثية الأبعاد طولا وعرضا وعمقا في نفس الوقت. أما عن مخالب طائر البومة فتمتلك البومة أربع مخالب حادة في القدمين، وقبضة البومة هي الأقوى من بين الطيور الجارحة، بل هي أقوى من قبضة الإنسان أضعافا مضاعفة، ويقدرها البعض أنها أقوى من قبضة الإنسان 8 مرات. ولكن ماذا يأكل طائر البومة؟ كل أنواع البوم من الطيور الجارحة الآكلة للحوم، وتعتمد بشكل رئيسي على الطيور الصغيرة وعلى القوارض وعلى الأسماك. بل إن هناك بومة من أنواع البوم بومة الحظائر، وهي بومة تساعد الفلاح وتصطاد في العام أكثر من 1000 فأر، لذا فهي صديقة الفلاح وتصطاد الطيور والأفاعي والحشرات خاصة في الليل، فهي طائر ليلي لا تخرج إلا بالليل، وقد تأكل في اليوم والليلة ما يعادل 15 أو 10 من الفئران، وقد تأكل بعضا من الحشرات أيضا. وتضع الأنثى من 3 إلى 4 بيضات في المتوسط. وطائر البومة له أنواع كثيرة، فمنه ما يستخدم للتربية بغرض الزينة، فبعض الأنواع تباع أيضا مثل العصافير والبابغاوات. أما عن الشيء المزعج في طائر البوم فإن صوته يكون مزعجا خاصة بالليل، خاصة إذا ما وقف على أعمدة الكهرباء فإنه يصيح بالليل بصوت عال ومزعج، وهذا ما يجعل البعض يتشائم منه. وفي نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة عجائب.